باخذ من وقتكم بس دقيقة ونص تقريبا. في فائدة عندي، ما ادري قلت في فائدة، احس الوضع في سبرايز. والله جد عندي فوائد. انا سئل ابن مسعود رضي الله عنه كيف كنتم تستقبلون رمضان، قال ما كان احدا منا يجرع على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم. فخويك اللي تعرفه وتقدره مثلا زعلان منه لانك دقيت عليه مرتين ما رد، لا يا حبيبي مره ازدعلك ضعيف. الشهر رمضان شهر العفو والصفح. الشيء الثاني، شهر رمضان شهر الطاعات وترك المنكرات، تلاوه القران، الصلاه، العمره وغيرها من الاعمال. يا كتب اقول لكم فائده وفي واحد مبارك. يلا سوريز، هلا، انتم بخير، شهر مبارك. شهر مبارك فيه في بعد. اذا قالت لك امك يا سوريز روح جيب لي خبز وانت تقرا قران، وش تسوي؟ وش الاولى؟ قران. لا يا بنت بس فك قران. امك اولى يا سوريز. طاعه الوالدين اهم من اي شيء. والله الخامتنيت ليش الخام الواحد. طيب سوريز، ايش جدولك في رمضان انت؟ انا ايش جدولك؟ اروح بعد صلاه الفجر اقرا قران نص ساعه وارجع البيت اجلس على الجوال. وانا متى اقوم؟ ذا شو اسمه، انوم الساعه 5 واقوم العصر اصلي والمغرب الظهر. شو الفائدة هذه يا سوريز؟ ما كان احدنا يجرؤ على استقبال الهلال وفي قلبه ذره حقد على اخيه المسلم. انا مش دخلني، انا بس راضي. لا لا